السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيديو بيع حمام لاحم، الحمام اللاحم شغال، الزاجل، زغاليل وشباب. طيب هنبيع إزاي؟ الحمام اللاحم هنبيعه من داخل السلاكة بالشكل ده. السلاكة 4 طبقات والتانية 4 طبقات، يعني دول 8. هنشوفهم واحدة واحدة ونقول ظروف كل قص فيهم إيه. في القص الاولاني ده اللي زي ما قلت لكم عليه في الفيديو اللي فات بتاع البيع اللي كان عاجب الناس كتير وجاني طلبات كتير على الحمام اللاحم، في ناس جت واستلمت حمامها وفي ناس لسه برضو بتفكر، ناس بتكلمني ومشكلتهم هي الشحن وازاي هيجيلي. طيب هقول لك الشحن للاماكن المتاحه، يعني القاهره موقف السلام او عبود، اسكندريه موقف دمياط اسكندريه طبعا ميكروباص، بورسعيد، المنصورة، دي الأماكن المتاحة في الإسماعيلية أفتكر كمان. طيب ده بقى ده القص الأول. مشكلة القص ده يا جماعة إن هو تقيل شوية فالبيض بتاعه بيتكسر، فأنا باخد البيض بتاعه بحضنه. طريقة تحضين البيض دي أنا باخد منه أكتر إنتاج، فالقص ده عزيز عليا، يعني ما حد يفتكر إن أنا ببيعه يعني إن هو فيه عيب. لا أنا عندي الحمام الزاجل كله فطبعا ما فيش عندي مشكلة في التحضين. يبقى ده القص رقم واحد. كل الاسوس يا جماعه السعر برضو عشان محدش يرجع يقول لي ايه اخره كام، كل الاسوس اللاحم الشغاله داخل السلكه كده 300 جنيه لاي قص انت تختار، عندك ده رقم واحد خلاص اهو. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للبائع والمشتري. نشوف القص الثاني. القص الثاني برضو من داخل السلاكه اهو، بسم الله ما شاء الله، هيبيض احتمال بكره، النتاع عليها بيضه، ان شاء الله تبيضها بكره. يبقى ده القص رقم 2 اول شغلهم. ده ما اشتغلش لسه قبل كده، ما حصاش النتاع دي لسه ولا حصوها، اول ما هتحصي بكره ان شاء الله. يبقى تاخد خيرها ان شاء الله، برضه 300 جنيه للقص ده. القص رقم 3. بسم الله ما شاء الله، لسه فاطمين زغاليل بتاعتها. وطبعا فطبناهم وهم لسه صغيرين، كان ممكن يستنوا معاها كمان لكن علشان البيض بتاعها قرب يفقس اهو. بسم الله ما شاء الله، المستوى واضح على الطبيعه داخل السلاكه، برضو 300 جنيه لاي قص. طبعا البيع يا جماعه عشان اللي يقول لي بالبيض او بالزغاليل، لا السعر اللي انا بقوله من غير بيض من غير زغاليل، لان انت لو خدت بالزغاليل او بالبيض مش هيرقد عليهم عندك، تغيير المكان مش هيخليه خلاص ولا كأنه يعرف ولاده ولا يعرف بيضه. يبقى نتكلم على القص بس. القص الرابع برضو داخل السلاكة، برضو ده يا جماعة أول مرة هيحصي، لسه يعني أول حصاه هيكون عندك أو عندي يعني في خلال أيام قليلة جدا، مش هيكمل أسبوع إن شاء الله ويحصي القص ده. لكن طبعا زي ما بقول دايما، نقل المكان في الحمام ياخد على الأقل عندك 10 15 يوم على الحمام ما يتعود على المكان عندك ويشتغل تاني، ما تقلقش. والمهم برضو الحاجات اللي احنا هنقول عليها، الكلفة المتوازنة، ثنائي فوسفات الصوديوم يضاف عليها معلقة كبيرة على 5 كيلو من الكلفة، الكلفة اللي احنا قلنا عليها فيديوهات قبل كده، سيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو، زائد 3 ايام جروفيت بلس و3 ايام سيلينيوم، والتحديق اللي هو ما يتمناش عن الحمام اللي انا بفرش منه الطواجن ده اللي هو في محار البحر عشان الكالسيوم اللي فيه، هتاخد منه الانتاج باذن الله انتاج كويس. ندخل على القص الخامس. بسم الله ما شاء الله، انا محضن تحتهم 3 زغاليل اهو، عمرهم حوالي 24 يوم، النتاية تحتها حصى بقاله 5 ايام، يعني لحمت ومن عمر 19 يوم والزغاليل عندها 19 يوم. بسم الله ما شاء الله، وزغاليل بحجم كويس بإذن الله. ده الناس اللي هي تقول الحمام ما بيلحمش، يعني ده احنا بنديك بس مثال. القص السادس. نفتح عليه كده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ده الذكر طبعا اللي فيه ده من تأكيل الزغاليل. وادي النتاية ومعهم 3 زغاليل، بسم الله ما شاء الله، هم اللي قايمين بيهم من اول يوم. حد هيقول لي ان هو اتأخرهم، والله النتاية دي باضت من بدري وانا علشان يتفرغوا للزغاليل حضنت بيضها وهي على وشك ان هي تبيض تاني يمكن بكرة او بعده.
يا تصدق يا ما تصدقش، انا اقسمت بالله واللي عايز يجي يشوف تاني يشوف اللي انا حضنت بيضه والنتايه بتحضر لعش احتمال بكره او بالكتير بعد بكره. خلاص يبقى كده اهم، ومعهم الثلاث زغاليل طبعا ما لهمش علاقه الزغاليل. القص السابع ده، القص السابع انا قلت طبعا هي حصت النتايه وانا شلت الزغاليل منها وشلت الحصى، قلت تبيض تاني لان النتايه دي بتبيض بسرعه، فانا خدت بيضها فهي احتمال تبيض تاني بكره او بعد بكره. ده القص السابع. هنقول الذكر ده اللي يشوفه يقول عليه دم من ايه، هقول لك الدم ده من ايه. انا بعت حمام وخدت زغليله فدخلت زغلول، هنشوف الزغلول اهو، ده الزغلول اللي انا حطيته تحتهم احضنه، فالاهالي عرفوه فالذكر ده ضربه وعوره بالشكل اللي انت شفته ده في دماغه، فالدم ده اللي هو جاي على صدره ده يعني ما هوش حاجه اهو. شوف ازاي عايز يضرب الزغلول، هيعرفوا ان هو مش زغلوله. فانا حضنت بيضه وخدت منه الزغاليل وسبته يجهز عيش جديد، وبرضه عرضناه للبيع. القص الثامن، بسم الله ما شاء الله، النتام حصية بقالها حوالي يومين او ثلاثة مش فاكر، هو التاريخ مكتوب هنا، التاريخ هنا 27، ومعها زغاليل اهو بسم الله ما شاء الله. هنشوف لسه الريش بتاعهم ما اكتملش، محضنه برضو ثلاث زغاليل، القص ده محضن ثلاث زغاليل بالشكل اللي انت شفته ده بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمشتري ويبارك لنا باذن الله، وادعوا لنا ان شاء الله اللي ياخد مننا حاجه زي ما بندعي له بالبركه ربنا يبارك له فيها، ادعوا لنا ان شاء الله. احنا بنضطر ان نشيل الحصى في بعض الاوقات او نشيل الزغاليل، نشيل الحصى نحضنه تحت حمام تاني او نشيل الزغاليل نحضنها تحت حمام تاني، بس الافضل ان احنا بنشيل الحصى نحضنه تحت حمام تاني لما تكون النتايه بارت بسرعه، مثلا من 12 يوم او حاجه، يعني انا بتبدا عندي من 12 يوم ل 20 يوم الحمام ده كله، مش زي المكنه مش نفس القص ده هو اللي بيلحم 12 يوم يبقى 12 يوم، لا من 12 ل 20 يوم اي قص من دول لو التزمت بالحاجات اللي انا بعملها. طب واحد هيطلع يقول لي يا عمي محدش بيبيع حمام شغال، حمام كويس محدش بيبيع حمام شغال كويس، لا اسال الناس اللي خدت مني قبل كده هي اللي هترد عليك. كمان هقول لك انا ببيع الحمام شغال ليه؟ طبعا هو كل واحد فيكم او كل واحد عايز يشتري حمام لاحم عايز حمام شغال، حمام يشوفه في السلاكه باولاده، فانا بريح نفسي واريح الزبون اللي هو هيشتري فبوريه الحمام بالطريقه دي. انا عندي حمام شبابات تاني انا هسكن مكان الحمام ده، مش هيفرق عنه في المستوى حاجه، هو الحمام ده ابن الحمام ده، الحمام الشبابات ابن الحمام ده، فمش هيفرق معايا في حاجه وهيكون حمام شبابات. اللي عايز من الحمام الشبابات اللي لسه اول شغله برضه ب 300 جنيه، واللي عايز من السلاكه برضه ب 300 جنيه. طب تعالى انا هوريك الحمام اللي انا بحضره شبابات علشان هسكنه مكان اللي انا هبيعه من هنا، او اللي عايز منه برضه حاجه ياخدها. طبعا المكان ده انا مجهز فيه خمس ست اسوس او سبع اسوس كلهم واخدين بعض، وانا مرقمهم بالدبل، لو شفنا حتى لو شفنا الفرد اللي واقف على القفص ده هتلاقيني ملبسه الدبله، انا ملبسه الدبله دي علشان اعرفه هو اخد انهي الذكر، اخد انهي نتايه والنتايه انهي ذكر، زي ما شفنا برضو اللي واقف على اهو الدبلة في رجله، هي دبلة اللي هي الكليبسات الفك والتركيب دي علشان اعرف الفرد ده اخد مين. فطبعا اللي هيقول لي عايز جوز شبابات فانا عارفهم بالشكل ده، فهنا خمس ست اصوص اللي هياخد من السلاكة هسكن مكانها ويشتغل ان شاء الله بسرعة، واللي عايز من ده ماشي مفيش مشكلة. وفي كمان يا جماعة الحمام الزاجل ده، ده شبابات، وفي في المكان التاني في زغاليل، اللي عايز زغاليل زاجل ايا كان لونها يقول لي هنعمل عرض من هنا لمدة 3 ايام، العرض ده لمدة 3 ايام، هقول لك اي قص اي عش زغليل زاجل تقول لي عليه ب75 جنيه لمدة 3 ايام، واي جوز شباب ب100 جنيه. خلاص ده لمدة 3 ايام ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله اهو، في كمان الاسود ده، هنشوف اللي هو ده زغلول اهو،
ده زغلول لسه يعني يعتبر داخل في مرحلة الشباب، ده اللي هو اللون الاسود في كل الالوان، حتى في ابيض كمان، في زاجل ابيض كمان، بس هو جوز واحد شباب. اللي عايز زي ما قلت لك الشباب ب100 جنيه والزغاليل ب75 جنيه. اللحم والزاجل عرض لمدة 3 ايام. لو عايز حاجة يكلمني يقول لي وانا اسيب له رقم تليفوني اكتبه له في التعليقات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.